ما رأيكم في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني؟ طيب، كتاب طيب، وفيه انتصار للحق دحض للباطل، ولا عبرة بالذين يشككون من المتحذلقين يقولون هذه ما هي بالكناني. وش يدريهم انها ما هي بالكناني؟ ما الذي يدريهم عن هذا النبي؟ هؤلاء يدورون التشكيك في كتب المسلمين، وربما يشككون في صحيح البخاري بعدين.